أنا محمد مسلم القيسي تاجر. ساعات معناها النظام الأمني في سوريا مخترق. علاء الدين صاحب مع الخلويات. والله هي الفوسفات الدرجة الأولى، بعدين الأيدي العاملة، في فنيين كثير في الأردن. مش عندهم غير المورد البوتاس والفوسفات اللي عندنا. والله برأيي إنه بالأردن ما في موارد إلا الموارد البشرية. أول شيء البشر، عرفت علي كيف؟ وثاني شيء بدون مؤاخذة، إحنا كل اعتمادنا يعني بدون مؤاخذة على السياحة. كل شيء. خضروات، جي الخضروات، وعندنا يعني موارد كويسة بالنسبة للخضروات. مش عارف. احنا زراعة، والحمد لله يعني بلدنا من أحسن البلاد. والله باتت قليلة اليوم. كتير، في أراضي كتير عندنا. 30-35%. بتقدر تقول 30%، من 30-35% بس. والله بالضبط. ما اسألني كيف تكوي قميص ما بحكي لك. ما يعادل 25-30%. والله البطالة، والله هو اجمالا ما في عندنا بطالة. والله مستوى البطالة عالي، انا بشوف شباب كثير عاطل عن العمل. والله كبير، بس اللي بده يشتغل بيشتغل. بس هات الوظيفة اللي تناسبه للشاب، عرفت علي كيف؟ بدهم شغلات مكتبية، علما بأنه معاهم دورات صناعة وكذا وهذا، لكن وجود وافدين كثير في هالبلد، في جنسيات كثير غريبة ومنها من الوطن العربي. إذا بنقول نسبة مئوية يعني من 40-45-50. انك تقول 70%. يعني مش يعني تاجر محترف، انما عندي في التضخم. تضخم يعني اعتقد انه ترى زيادة الاسعار يعني 70-80%. ليش التضخم اكثر من 40%؟ عالميا وين ما كان، مش عندنا بس هون. لا لا لا، بالعكس، يمكن عندنا هون بالدوله اسعارنا ارخص من الدول الثانيه، مش اقل من 30-40%. 50%. والله احنا بالنسبه لنا زي ما انت ملاحظ يعني في ارتفاع تقريبا من 20-25%. ما انا بطلع يعني كان كيلو البندوره يوصل 15-20 قرش، بينما اليوم تلاقي 40-35. كل واحد راتبه أقل من 300 دينار إذا بكون عنده عيلة هذا خط فقط. حسب الدراسات إنه اللي تحت اللي تحت 500 دينار يعتبر تحت خط الفقر. يعني لو بيشتغل الواحد بألف دينار ما بكفي هو شو يأكل ويشرب فيهم. أول كان بدون مؤاخذة والله نعيش بأنو 20 ليرة، 25 ليرة وعيلة ويدفع أجرة بيت. بس هلا بتعرف ظروف الحياة. ما هو ملحق، لا كهرباء ولا مي ولا مواصلات. كثير كثير كمان، من 25-35-40%. تقريبا 40%. بدك تقول 30-40%. برضه نفس الشيء 70-80%.